بحبك يا زومي، بحبك يا زومي، بحبك يا زومي. بس يا ده سيد زومي، ما تقولوش كده، قلت لك اسمه زازو. لا هو سيد حلو ولايق عليه. زازو زازو زازو. شد حيلك يا ماجد، الشد على الله يا عزمي. البقاء لله يا ماجد. ونعم بالله يا سوزي. هتعمل ايه مع الاولاد؟ والله لسه مش عارف، بس انا هوديهم عند ماما الفتره دي لحد ما استوعب اللي انا فيه وانظم دنيتي. طب ما تجيبهم عندي، انا ما وريش حاجه وهخلي بالي منهم، وهو يقعدوا مع علي وفريده. لا ربنا يخليك انتي، انا عارف انهم هيبقوا حمل تقيل عليكي. انا بقول اخليهم عند ماما، ولما تحبي تشوفيهم هبقى اجيبهم لك لحد عندك. انتي خليتهم برضو. خلاص اللي يريحك يا ماجد، وانا هبقى اكلمك كل يوم اطمن عليهم. تسلم يا سوزي. هما فين طيب علشان اسلم عليهم قبل ما امشي؟ مش عارف، هتلاقيهم هنا ولا هنا. طيب خلاص انا هدور عليهم قبل ما امشي. مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه. سوزي. ايوه ماجد. معلش ممكن تاخدي البغبغان ده معاكي؟ بصراحه مش هقدر اشوفه قدامي. مريم الله يرحمها كانت بتحبه قوي. الله يرحمها. حاضر يا ماجد، انا هاخده لما تحتاجه ابقى عرفني. شكرا يا سوزي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، انا محمد خيري وده برنامج الراوي. حلقه جديده، والمره دي حلقه مختلفه جدا لانها جريمه، وجريمه مستوحاه من احداث حقيقيه كمان من كتابه شادي اسماعيل. وقبل ما نبدا حابب افكركم كمان ان الحلقه دي برعايه موقع كتابك، اللي انت لو انت بتسمع القصه دي دلوقتي فانت اكيد مهتم بالقصص والحواديت وبالكتب والقرايه عموما. لو حابب تتعمق في الموضوع ده اكتر فانا اضمن لك ان انت هتلاقي عندهم كل الروايات اللي انت هتحبها، وهتلاقيهم كمان عاملين حاجه لطيفه جدا انا لسه واخد بالي منها دلوقتي، ان هم عاملين لك بوكسات كتب من تصنيفات مختلفه حسب بقى اهتماماتك. زي مثلا بوكس الرعب ده هتلاقي فيه اربع روايات رعب من ترشيحهم الشخصي، حاجه كده يعني متنقيه. وبوكس الفانتازيا بقى حاجات كتيره جدا انا برشحكم ان انتوا تخشوا تشوفوها. ولو انتوا طبعا عيله الراوي فانتوا اكيد عارفين ان انا لازم اميزكم بحاجه. لما تروحوا هناك هتستخدموا برومو كود خاص بينا احنا كعيله الراوي، الكود اسمه خيري زي ما هو طالع قدامك كده على الشاشه. بالكود ده بقى هتاخد ايه؟ هتاخد خصم 10% على كل مشترياتك، ولو الطلب بتاعك عدى ال 250 جنيه فانت هتاخد شحن مجاني كمان. دي حاجه كده خاصه بينا احنا كعيله الراوي، يعني مش بس بعلن لكم عن حاجه، لا انا كمان بميزكم فيها. والروابط بتاعتهم هتلاقوها تحت في صندوق الوصف. وبس تعالوا نكمل الحلقه. بقولك ايه يا عزمي؟ قول يا حبيبتي. عايزه بكره اروح ازور الاولاد علشان وحشوني قوي. يا سوزي ما انت كنت لسه عندهم من امبارح. في ايه يا عزمي؟ ولاد اختي وقاعدين لوحدهم، ده بدل ما تقولي اجيبهم يعيشوا معانا هنا. يعني لو مريم الله يرحمها كانت مكاني كانت هتسيب ولادك كده؟ يا حبيبتي انا ما عنديش مانع انهم يجوا يعيشوا معانا هنا العمر كله، بس بصراحه عندي مانع انك تروحي عند حمات اختك، والموضوع بقاله اسبوع اهو، كل يوم داخله خارجه كده كتير يا حبيبتي. طيب يا حبيبي معلش استحمل شويه بس لحد ما اقدر اقنع ماجد انه يوافق انه يسيبهم يجوا يعيشوا معانا هنا. هو نادر اخوك فين؟ مش بيسال عليهم ليه؟ نادر من يوم ما مريم ماتت وهو مشغول في الشركه مكانها، الله يكون في عونه. قال يعني مش على هواه، ده كان نفسه في اللحظه دي من زمان. قصدك ايه يا عزمي؟ ما قصديش يا حبيبتي ولا حاجه. مريم خيمة، مريم خيمة. ايه ده؟ ايه يا سوزي؟ البغبغان ده بيقول حاجة غريبة. حاجة غريبة ازاي يعني؟ بيقول ايه؟ ما بيقولش حاجة، هو ساكت. لا كان بيقول حاجة والله. طب استنى كده. مريم خيمة، مريم خيمة، انا هقتلك. اهو قال نفس الكلام اهو، بس هو يقصد ايه بالكلام ده؟ مش عارف يا حبيبتي، بس عادي يعني ده بغبغان. لا البغبغان ده مش بيقول اي كلام. ك
كنت في مكتبي لما دخل العسكري وقال لي ان في واحد ومراته عايزين يهدموا بلاغ. طلبت منه انه يدخلهم. دخلت مدام في الثلاثينات ومعاها جوزها راجل في اواخر الثلاثينات برضو. الغريبه اني لقيت معاهم بغبغان. قلت ساعتها اكيد جايه تشتكي ان جوزها ضرب البغبغان وهتبقى نبطشيه زي الفل. قعدوا قدامي وبدات الست الكلام لما قالت انا اسمي سوزي وده عزمي جوزي وده زازو البغبغان بتاع اختي الله يرحمها. الله يرحمها يا فندم خير. انا اختي ماتت من حوالي اسبوع وبعد ما العزا خلص جوز اختي استاذ ماجد طلب مني اخد البغبغان ده معايا لانه مش هيقدر يشوفه كل شويه وده لان مريم الله يرحمها كانت بتحبه جدا. وفعلا انا اخدته معايا البيت وكان ساكت طول الوقت ودي حاجه غريبه. لحد ما امبارح واحنا بنتفرج على التلفزيون سمع كلمه خاينه في المسلسل ولقيناه فجأة بيقول مريم خاينة مريم خاينة وبعدها قال أنا هقتلك. أنا كنت ببص لها وببص للبغبغان وأنا مش فاهم هي بتتكلم جد ولا بتهزر. وقتها لمحت على جوزها نفس نظرة السخرية والاندهاش اللي كانت على وشي ولقيته اتكلم بحرج وقال أنا عارف حضرتك أن الموقف ده غريب وأكيد حضرتك ما مرتش بيه قبل كده. والله أنا حاولت أقنعها كتير ترجع عن اللي في دماغها بس أعمل إيه؟ هي مصممة إن البغبغان شاف حاجة قبل موت مريم أختها وعايزة تعمل محضر إنها اتقتلت. رفعت حواجبي وقلت لها يعني حضرتك عايزاني أفتح لك محضر ونطلع جثة أختك تتشرح علشان الكلمتين اللي البغبغان قالهم؟ لو سمحت يا فندم زازو مش بيقول أي كلام أنا متأكدة إنه شاف حاجة. وإيه اللي أكد لحضرتك؟ البغبغان ده من أذكى البغبغانات في العالم وكمان عنده قدرة على الحفظ عالية جداً يعني متحدث لابق مش مجرد مردد للكلام وخلاص. يعني حضرتك مصممة أني أفتح المحضر؟ أيوة يا فندم يا ريت بعد إذنك. تمام نفتح محضر. هل بتتهمي شخص معين بقتل أختك؟ لا. طب إيه سبب شكك في أنها اتقتلت؟ كلام البغبغان اللي قال مريم خاينة أنا هقتلك أنا هقتلك وده معناه أنها تعرضت لتهديد بالقتل قبل ما تموت ومعناه كمان إن التهديد ده كان في بيتها يعني من حد هي تعرفه كويس. هو البغبغان ده ما كانش بيروح معاها في مكان تاني غير البيت؟ لا يا فندم زازو ما كانش بيتحرك من البيت. آه يعني ما كانش بيرفه عن نفسه. أنا شايف أن حضرتك مستهتر بالموضوع. لا خالص بس دي أسئلة طبيعية علشان لو كان بيخرج فجايز يكون سمع التهديد ده بره البيت وساعتها دايرة المشكوك فيهم هتوسع. ردت عليا بغيظ لا ما كانش بيخرج من البيت خالص. تمام هل أختك كان عندها مشاكل أسرية مع حد فيكو؟ أنا وهي ما كانش في بيننا حاجة علاقتنا كانت تمام لكن هي ونادر دايما بيتخانقوا بسبب الشغل بس خناقات عادية ما توصلش للأمور دي أعتقد كده يعني. طيب بعد إذنك جاوبي على السؤال وسيبي الاعتقاد ده لينا إحنا ده شغلنا وإحنا أدرى بيه. تمام كان دايما بينهم مشاكل. طيب وعلاقتها بجوزها اللي اسمه ماجد علاقتها بيه كانت عامله ازاي؟ يعني كانت شويه كويسين شويه متخانقين زي اي اتنين متجوزين بس بصراحه يعني مريم هي اللي كانت بتعمل اغلب المشاكل اصلها كانت عناديه شويه وماجد ساعات كتير كان بيعدي وساعات كتير كان بيوقف لها. بيوقف لها ازاي يعني؟ يعني كان بيوقف لها على سهرها بره كتير أو إنها ما كانتش بتاخد بالها من الولاد وأغلب وقتها في الشغل حاجات من دي. يعني أنت الوحيدة اللي كانت علاقتك بيها كويسة؟ تقدر تقول كده لأنه ما كانش فيه شغل بيجمعنا وأكيد لا أنا ولا هي متجوزين بعض فإيه اللي ممكن يخلينا نتخانق؟ إحنا يا دوب العلاقة بينا كانت على قد إننا نطمن على بعض ولما تفضى كانت ممكن نخرج شوية. تمام تمام جدا. بعد ما خلصت المحضر النيابة طلبت من الطب الشرعي الكشف عن الجثة ومعرفة أسباب الوفاة وبدأت التحريات حوالين المشتبه فيهم. وكان بيساعدني في القضية ضابط جديد لسه متخرج. كنا قاعدين يومها في المكتب عندي بنشتغل على القضية. أنا قاعد على المكتب وهو قاعد على الكرسي اللي قدامي وعلى الترابيزة اللي جنبه القفص اللي فيه البغبغان. كنت متابعه بطرف عيني وأنا براجع المحضر وهو عمال يبص للبغبغان باستغراب وبعدين يبص لي وكأنه عايز يقول حاجة ولكنه كان بيرجع في كلامه ويرجع يبص للبغبغان تاني. ضحكت على منظره وحطيت الورق قدامي وقلت له يا حضرة الضابط مالك؟
رد وقال لي: يا فندم حضرتك عايزنا نطلع شهادة على جريمة قتل من بغبغان، طب ازاي؟ ضحكت وانا بقول له: انت مستقل بيه؟ طب ايه رأيك بقى ان ده عنده جواز سفر مش عند ناس كتير؟ ابتسم فكملت كلامي وقلت له: خلينا نتكلم جد شوية بقى. قال لي: يا ريت يا فندم والله، علشان لحد دلوقتي كل اللي بيحصل ده هزار. قلت له: بص، كلام الست دي عن البغبغان لو طلع صح هيبقى فيه اتنين بس مشكوك فيهم، ماجد وده يبقى جوز القتيلة، ونادر وده يبقى اخوها يا فندم. بس اللي انا مش فاهمه يا فندم هو ليه اخوها يقتلها او حتى يهددها بالقتل؟ هما صحيح بيتخانقوا كتير، بس التحريات بتقول ان نادر شركته تقع لو شركة مريم وقعت، وده لان الاتنين معتمدين بشكل اساسي على شغل بعض. يعني هو مصلحته انها تفضل عايشة وشغلها يبقى ماشي كويس، وموت مريم معناه ان ماجد هو اللي هيورث الليلة دي كلها، وساعتها طبعا نادر مش هيكون ضامن اللي ماجد ممكن يعمله. بصراحة انا مش مقتنع بان نادر يعمل كده. قلت له: طب وليه ما تبصش للموضوع بشكل تاني؟ قال لي: شكل تاني ازاي يعني يا فندم؟ قلت له: يعني مريم متحكمة في نادر، ودي حاجة مخليها حاسس دايما انه تحت رحمتها، فقرر يخلص منها وبعدها يشتري من ماجد الشركة ويديله نصيبه فلوس، وطبعا ماجد هيوافي لانه مش بيفهم في البيزنس بتاعهم. ايوه يا فندم، بس دي مش مضمونة. مش مضمونة، بس ده اللي حصل. ايه ده؟ يعني نادر طلب فعلا من ماجد انه يشتري شركة مريم؟ بالظبط كده، وعشان كده احنا هنبدأ من عنده وهنروح دلوقتي نقابله كمان. يلا بينا. تمام يا فندم. رحنا الشركة عند نادر، وأول ما وصلنا طلبت من السكرتيرة تبلغه إننا عايزين نقابله. اتفاجئت بيه خارج يقابلنا بنفسه بره، وبعدها دخلنا المكتب وقفل الباب. كنت رايح ناحية المكتب لكنه طلب مني أقعد في الأنتريه اللي على شمال الباب. قعدنا أنا وأكرم على الكنبة، أما نادر فقعد على الكرسي اللي على يمنا. وساعتها لما سألني إيه سبب الزيارة فقلت له الآتي: والله يا أخت حضرتك، أستاذ نادر مقدمة بلاغ بتقول فيه إن أختك التانية مدام مريم اتقتلت. التوتر بان على ملامحه اللحظات، وبعدين رجع في الكرسي وهو بيسأل بتعجب: اتقتلت؟ وهي يا سوزي جابت الكلام ده منين؟ هي بتقول إن البغبغان بتاع مدام مريم ردت جمل زي: مريم خاينة، هقتلك يا مريم. سكت شوية قبل ما يضحك: البغبغان؟ أنا آسف يا عصام بيه، بس أصل حكاية البغبغان دي أنا أول مرة أسمع عنها بصراحة. قلت له: أنا عارف إن الموضوع غريب، بس أنا كنت جاي هنا علشان أقولك إننا خدنا الموضوع على محمل الجد وبدأنا التحقيق فيه بالفعل. اختفت الابتسامة من على وشه أول ما قلت له الكلام ده، وبعدها قال لي: يعني حضرتك هنا علشان تحقق معايا فعلا؟ لا خالص، احنا هنا علشان ندردش مع بعض في شوية حاجات كده، يعني بصفة ودية. حاجات ايه اللي عايزنا ندردش فيها؟ حضرتك طلبت من أستاذ ماجد انك تشتري شركة مدام مريم الله يرحمها؟ حصل. ايه الغريب في كده؟ ماجد طول عمره له البيزنس بتاعه، واللي مختلف تماما عن نشاط الشركات بتاعتنا، فانا قلت ياخد الفلوس ويسيب الشركة. مش شايف انك استعجلت شوية في التوقيت؟ يعني اختك لسه ما كملتش اسبوع. البيزنس ما بيعرفش المشاعر النبيلة دي، ولو استنيت أكتر من كده ممكن شغلي يتدمر بسبب إن مفيش حد بيدير الشركة عند مريم، وهو مش في مجلس إدارة بيدير الأمور دي، وأعتقد إن هما بيفهموا في الشغل وهيعرفوا يديروه كويس. لحد ما أنا مش بثق في حد غير نفسي، وعلشان كده طلبت من ماجد أخلص الإجراءات بسرعة علشان أدير الشركة بنفسي. طبعا، وساعتها هتكون ارتحت بعد ما خلصت من تحكم شركة مريم في شركتك. حضرتك تقصد ايه؟ لا ولا حاجة. صحيح، هي المشاكل اللي كانت بينك وبين المرحومة كانت كلها علشان الشغل، ولا كان في مشاكل بخصوص حاجات تانية؟ لا، أنا ومريم تقريبا ما كناش بنتكلم على حاجات غير الشغل، حياتنا كلها شغل وبس، عكس سوزي اللي مفيش في دماغها غير البيت والأولاد وجوزها الجربوع ده. جربوع؟ طبعا جربوع، كان في يوم من الأيام بيشتغل عندي هنا، والهانم قررت فجأة تنزل تشتغل، ومفيش كام يوم ولقيتها قعدت في البيت تاني، علشان اتفاجئ بعدها انها صاحبة الجربوع ده، وهو اللي اقنعها تقعد في البيت علشان ماخدش بالي من علاقتهم، وبعد كده راحت اتجوزته من ورانا، واهو من يومها ساب الشغل وعايش على قفاها.
وهي بتجيب فلوس منين لو ما بتشتغلش زي ما حضرتك ما بتقول؟ ورثتها من بابا الله يرحمه، اشترت بجزء منها الفيلا اللي هي قاعدة فيها، والباقي حطاه في البنك وعايشة منه. يعني عزمي مش بيشتغل؟ لا طبعا، وهو هيشتغل ليه طالما لقى المغفلة اللي تصرف عليه وتعيشه ملك؟ تمام، شكرا لوقتك. العفو. قمنا وقفنا أنا وأكرم علشان نمشي، بس بعد كام خطوة نده عليا نادر وقال لي: عصام بيه، أنت تعرف إن في بوليس التأمين على حياة مريم والمستفيد منها هو ماجد؟ البوليسة دي ب10 مليون. رفعت حاجبي وأنا ببصله، وبعدها هزيت دماغي وابتسمت له وخرجنا من المكتب. في العربية كنت ساكت وأنا بفكر في اللي قاله، لحد ما قطع أكرم الصمت لما قال: تفتكر يا فندم هو كان بيبعدنا عنه بالجملة الأخيرة دي وبيلهينا بماجد، ولا فعلا في بوليس التأمين؟ مش عارف، بس التحريات بتاعتنا ما فيهاش أي جملة بخصوص البوليسة دي. خلينا نشوف، احنا هنأجل مقابلة ماجد لبكرة لحد ما نعرف تفاصيل البوليسة. بس هو لو في بوليس التأمين ونادر عارف بيها، مش المفروض سوزي هي كمان تكون عارفة؟ المفروض، بس جايز تكون ما تعرفش فعلا. طيب دلوقتي البغبغان اللي عند سعادتك في المكتب ده هنعمل فيه ايه؟ قصدك هتعمل فيه ايه؟ انت هتاخده المكتب عندك وهتسيبه جنبك لحد ما يتكلم ويقول اي حاجة مفيدة بخصوص القضية. ما تنساش تبقى تجيب له اكل. وده بياكل ايه يا فندم؟ مش عارف، بسأل اي محل بتاع طيور وهو هيديلك الاكل بتاعه. اوامرك يا فندم، هاكل البغبغان. ده انا ما باكلش نفسي. بتقول حاجة اكرم؟ لا سعادتك، بفكر اجيب له اكل ايه بس. استغفر الله العظيم يا رب. ابتسمت على كلامه وانا مركز في الطريق، واول ما وصلنا الاسم دخلنا المكتب عندي، وبعدها اكرم خد البغبغان وراح المكتب بتاعه، وانا قعدت على مكتبي وبدات افكر. سوزي شك في قتل مريم علشان سمعت بغبغان، نادر مستفيد من موتها وخد خطوه سريعه جدا علشان يشتري الشركه، ماجد مستفيد من بوليسه التامين اللي بالملايين، البغبغان بيردد مريم خينة، ولو كلامه صح وفي خيانة يبقى ماجد هو الأقرب. بس أنا مش هقدر أخد أي خطوة قبل رأي الطب الشرعي، واللي هيفيد كتير إذا كانت الوفاة طبيعية ولا فيها شبهة جنائية. تاني يوم وصل التقرير وأفاد بأن الوفاة حدثت نتيجة مادة سامة، وبالتقرير ده أمرت النيابة بفتح التحقيق بشكل رسمي. وفي نفس الوقت كانت التحريات أثبتت صحة كلام نادر عن بوليسة التأمين، واكتشفنا وجود بوليسة بقيمة 10 مليون لصالح جوزها، وبكده ماجد بقى المشتبه فيه الرئيسي في القضية. كان قاعد قدامي هو مستغرب اللي بيحصل، وساعتها بدأت أسأله بكل صراحة: قتلت مراتك ليه؟ أنا؟ وأنا هقتل مريم ليه؟ أنت كنت عارف إن مراتك عاملة بوليسة التأمين على حياتها ب10 مليون؟ وإن أنت المستفيد الوحيد منها؟ كانت على وشه علامات دهشة حقيقية مش مصطنعة، وده الشيء اللي أنا استغربته. سكت شوية وبعدين رد: أنا أول مرة أسمع الكلام ده من حضرتك. يعني أنت ما كنتش عارف؟ لا طبعا. أمال قتلتها ليه؟ يا فندم والله ما قتلتها، وهقتلها ليه أصلا؟ طيب وإيه حكاية إنها خاينة دي؟ مين السافل اللي قال عليها كده؟ رد على قد السؤال: برضه معرفش حاجة عن الموضوع ده. يعني انت ما كنتش عارف اذا كانت مراتك بتخونك ولا لأ؟ مريم طول عمرها انسانة محترمة ويستحيل تعمل كده. هي صحيح كانت بتتأخر برا كتير، بس كنت ببقى عارف انها في الشركة بتشتغل، وساعات كمان كنت بعدي عليها ونرجع سوا، لكن عمرها ما عملت حاجة غلط. ده موبايلها مش كده؟ ايوة هو. ما كانش معايا أي دليل يخليني أتحفظ على ماجد، وعشان كده سيبته يروح وحطيته تحت المراقبة، وفي نفس الوقت طلبت من المختص كل الداتا اللي على تليفون مريم وتقارير ببيانات رقمها في الفترة الأخيرة. ما أنا لازم أتأكد هي كانت بتخونه فعلا ولا لأ، لأنها لو بتخونه هيكون توفر الدافع، خصوصا أني مصدق أنه ما يعرفش ببوليسة التأمين. وفي الوقت ده الاتهام راح ناحية نادر، هو المستفيد التاني من موت مريم، وعلشان كده تاني يوم الصبح أخدت أكرم ورحنا بيت نادر اللي أول ما شافنا وشه اتغير،
ولكنه في النهاية استقبلنا. وبعد ما قعدنا قلت له: أتمنى ما نكونش هنعطلك. في الحقيقة أنا متأخر، وإلا كنت هتيجوا مش هتلاقوني. لعله خير إن شاء الله. عامة أنا مش هاخد من وقتك كتير. اتفضل. طبعا أنت عرفت أن الطب الشرعي لقى مادة سامة في جثة مريم. أيوة سوزي قالت لي، بس ده معناه أن زيارتك المرة دي بشكل رسمي؟ لا لسه ما بقتش بشكل رسمي. قولي أنت كنت فين في اليوم اللي ماتت فيه مريم؟ كنت في الشركة. هكون فين يعني؟ آخر مرة شفتها كانت إمتى؟ قبل ما تموت بيوم. فين؟ كنت عندها في المكتب بتاعها بنخلص شوية أوراق. أوراق إيه؟ أوراق عادية، شحنات داخل المخازن وشوية شغل ملهمش علاقة خالص بالقضية. أنت عرفت منين موضوع بوليسة التأمين؟ هي اللي قالت لي. يعني هي ما قالتش لجوزها وقالت لك أنت؟ مش غريبة دي؟ لا ماجد عارف وقايله له قدامي، حتى يومها أنا فاكر كنا قاعدين في الفيلا عندي هنا. اتفاجأت من كلامه والثقة اللي بيتكلم بيها، وساعتها سألته: الكلام ده كان امتى؟ مش فاكر، بس عدى عليه يمكن شهر. ايوه شهر تقريبا. يعني ماجد عارف من شهر ان اختك عملت بوليس التأمين على حياتها؟ ايوه. طب وسوزي عارفة هي كمان؟ لا سوزي ما تعرفش، علاقتها بمريم ما كانتش قد كده. مريم اصلا ما كانتش الانسانة اللي تتعاشر، ما بيهمهاش غير نفسها وبس، حتى عيالها ما كانتش تعرف عنهم حاجة تقريبا، وده كان سبب أغلب خناقاتها مع ماجد. طب ومش غريبة أنها تعمل بوليسة التأمين ليه هو؟ لا مش غريبة، لأنها ما تعرفش غيرنا احنا التلاتة، أنا وهو وسوزي، ولو اتحطت في اختيار زي ده فالطبيعي أنها تختار ماجد، مش حبا فيه على قد ما هو غير لناحيتنا أنا وسوزي. لدرجة دي هي كانت بتكرهكو؟ هي كارهة أي حد، دايما فاكرة أن الكل طمعان فيها، يمكن حتى ساعات كنت بحس أنها بتكره نفسها. كان بيتكلم بتأثر شديد، فاكتفيت بالأسئلة دي. وبعدها مشينا أنا وأكرم من الفيلا، ورحنا الفيلا عند ماجد. رنيت الجرس وبعد دقيقة الباب اتفتح، ولقيت قدامي بنت في أول العشرينات. بصيت لها بتأمل وبعدين سألتها: ماجد بيه موجود؟ مين حضرتك؟ الرائد عصام شلتوت. بان عليها التوتر وقالت بارتباك: موجود، اتفضل يا باشا. سألتها وأنا ببص لها: أنت اسمك إيه؟ فتحية يا باشا، فتحية. تشتغلي هنا بقالك كتير يا فتحية؟ سنتين وأزيد يا بيه. طيب تعالي نكمل كلامنا جوه. دخلنا جوه وهي مشيت جنبنا، بس خطواتها كانت مترددة وزي ما تكون عايزة تهرب. وأول ما قعدنا قالت: أنا هطلع صحي ماجد بيه. لا استنى يا فتحية، سيبي ماجد بيه نايم دلوقتي وقوليلي ايه اللي حصل يوم موت مريم. انا معرفش حاجه غير انها كانت بره، واول ما رجعت دخلت على اوضتها على طول، غابت كتير ودي مش من عوايدها. يعني هي متعوده اول ما بترجع بتقولي احضر لها الحمام، او بتشوف انا عملت عشاء ايه، او تطلب حاجه تشربها. لكن يومها ما طلبتش اي حاجه من دي دخلت الاوضه وما سمعتش صوتها تاني، فقلت اروح اشقر عليها، ولسه بفتح الباب لقيتها مرميه على الارض قدامي. صرخت وجريت عليها وعيني ما كانتش بتنطق. طيب مين كان موجود في الفيلا وقتها؟ ما كانش في غيرنا، ماجد بيه كان في الشغل، ولما اتصلت بيه جه جري. جالك بعد قد ايه؟ تقريبا كده نص ساعة. وانت فضلتي نص ساعة قاعدة جنبها من غير ما تتصلي بالإسعاف؟ لا ما هو ماجد بيه قبل ما يقفل قال لي انه هيتصل بدكتور إيهاب جارنا وهيبعته يشوف في ايه. وجي بقى دكتور إيهاب ده؟ ايوه لقيته جاي بعد 5 دقايق، حتى كان جاي بهدوم البيت. طلعته فوق وكشف عليها، وبعدها بصلي بصة عرفت منها ان الست مريم ماتت، الله يرحمها. سكتت فتحية وهي بتعيط، فبصلي اكرم وبعدين بصلها وقال لها: وبعدين يا فتحية كملي. بس يا باشا بعدها نزلنا تحت انا والدكتور ايهاب، وفضلنا مستنيين ماجد بيه اللي اول ما وصل جه جري على الدكتور وسأله: مريم مالها يا إهاب؟ هي فين؟ فبصله بحزن وقال له: مريم تعيش انت يا ماجد.
سابنا وطلع جري على فوق، كان مصدوم من الخبر. طلعت وراه لقيته قاعد جنبها على الأرض واخدها في حضنه. شوية وكلمت ست سوزي وقلت لها الخبر وما كانتش مصدقاني، وحتى نادر بيه لما كلمته شتمني، بس ما فيش ربع ساعة وكانوا كلهم موجودين وبدأوا يرتبوا للجنازة والعزة، ومن ساعتها البيت ضلم. الله يرحمك يا ست مريم. كلامها ما كانش مريحني، حزنها كان مبالغ فيه، ودي ملحوظة احتفظت بيها لنفسي، وتقريبا أكرم كان جواه نفس الانطباع. ولكنه سألها سؤال تاني، هما الأولاد كانوا فين في الوقت ده؟ كانوا حبايبي نايمين، أصلها كانت راجعة الساعة 11 تقريبا، وهما بيناموا من الساعة 9. في اللحظة دي نزل ماجد من فوق وقرب مننا وهو بيبصلنا باستغراب. قمت وقفت وأنا بمد إيدي أسلم عليه، مد إيده وسلم عليا وبعدين سلم على أكرم، وسألنا وهو بيبص الفتحية، خير يا بهوات؟ في إيه؟ ردت عليه، أنت ليه أنكرت معرفتك بموضوع البوليسة؟ بوليسة إيه؟ بوليسة التأمين بتاعت مدام مريم. أنكرت إيه؟ أنا ما أنكرتش، لأني فعلا ما كنتش أعرف غير لما حضرتك قلتلي. بصيت له بشكل ثواني وبعدين سألته، يعني هي ما قالتلكش من شهر لما كنتوا عند نادر أخوها في الفيلا؟ لأ، فيلة إيه ومين قال لحضرتك الكلام ده؟ نادر بيقول إنه سمع مريم وهي بتقولك على موضوع البوليسة لما كنتوا عنده في الفيلا. ما حصلش، وانا اصلا ما روحتش عند نادر من زمان جدا. امال هو ليه بيقول كده؟ ما عرفش، ممكن حضرتك تساله وهو يجاوبك. انت كنت فين يوم ما مدام مريم ماتت؟ كان عندي شغل في مدينه جديده جنبنا هنا، وفتحيه اول ما كلمتني جيت على طول. غريبه، مع انها بتقول انك جيت بعد النص ساعه. الطريق يومها كان زحمه. زحمه الساعه 12 بالليل؟ أيوة، حضرتك عارف يوم الخميس الطرق هنا بتبقى عاملة ازاي بالليل. وبعدين أنا كلمت الدكتور إيهاب علشان يلحقها على ماجي. آه صحيح، أنت ليه ما اتصلتش بالإسعاف أو قلت الفتحية تتصل بيهم؟ الدكتور إيهاب هيكون أسرع، خصوصا أن الطريق كان زحمة زي ما قلت لحضرتك. وجهة نظر برضو. هو حضرتك شاكك أن أنا لأكون قتلتها؟ والله يا باشمهندس العيلة كلها محل شك. يعني حضرتك شاكك فيها؟ معقول؟ طيب أنا بقى عايز أقول لحضرتك على حاجة. مريم كانت أحلى حاجة في دنيتي، كانت عينها اللي بشوف بيها. لما تضحك أحس الدنيا كلها بتضحك لي، ولو زعلت ببقى عايز أعمل أي حاجة علشان خاطر بس تضحك من تاني. ما كنتش مصدق يوم ما قلت لها تتجوزيني ووافقت، يومها كنت أسعد بني آدم على الأرض. ولما جبنا حمزة حسيت إني ملكت الدنيا، مش عشانه هو، على قد ما أنا كنت فرحان إن أمه كانت مريم. بس فجأة السعادة دي كلها راحت من بين إيديا، زي ما يكون في حد استخسر الفرحة فيا. أنا لو عرفت اللي عمل كده هقتله مرتين، مرة علشان قتل مريم والتانية علشان قتلني معاها. معرفش ليه تأثرت بكلامه، مع إني مش المفروض أعمل كده، لكني تأثرت لما شفت دمعة نازلة على خده. بصيت لأكرم ساعتها لقيته هو كمان متأثر. اتنحنحت وأنا بلف وشي ناحيته وبقول له ربنا يرحمها ويصبرك على فراقها. بس أنا كان عندي سؤال كده. مسح دموعه وعدل نفسه وبعدين قال لي، سؤال إيه؟ إزاي طلعت تصريح الدفن من غير ما حد ياخد باله إن في شبهة جنائية؟ عشان ما كانش باين عليها أي حاجة، كانت زي الملاك وكأنها نايمة. يعني ما كانش فيه أي أثار على جسمها؟ إحمرار، ترجيع، أي حاجة من الحاجات دي؟ لا خالص، حتى دكتور إيهاب ما لاحظش حاجة. حضرتك ممكن تسأله. أكيد هسأله. طيب إمتى آخر مرة شفت فيها مريم وهي عايشة؟ في نفس اليوم الصبح قبل ما نروح الشغل، قعدت أنا وهي والأولاد وفطرنا مع بعض، بعدها كل واحد فينا ركب عربيته وراح شغله. تمام، أنا هسيبك دلوقتي بس أكيد هنتكلم تاني، وإنت لو افتكرت أي حاجة بتصل بيا، ده الكارت بتاعي. خد مني الكارت وبعدين قال لي، أكيد لو افتكرت أي حاجة تساعدك في القبض على اللي قتل مريم هكلمك. بصيت لفتحية اللي كانت قاعدة على كرسي بعيد شوية وقلت لها، وانت كمان يا فتحية، لو افتكرتي أي حاجة يا ريت تبلغيني. قامت وقفت وهي بتقول لي، أكيد يا باشا أكيد.
سبناهم وخرجنا أنا وأكرم، وفي الطريق للعربية لقيته بيقول لي ماجد هو اللي قتلها. رديت وقلت له لحد دلوقتي؟ آه. قال لي كان فاكر إن أداؤه الأوفر ده هيدخل علينا؟ قلت له لا، هو أداؤه مش أوفر، بالعكس ده كان صادق جدا في كل كلمة قالها، وعلشان كده هو اللي قتلها. قال لي لا ما فهمتش، معليك تيجي إزاي دي؟ قلت له ماجد حب مريم بجد وأخلص ليها، بس كان جزاؤه إنها خانته مع واحد تاني. اللي بيحب بالشكل ده يعمل أي حاجة لو اتصدم في حبيبته، وماجد قتل لما اتخان. آه يعني هو قتلها علشان بيحبها؟ كان بيحبها، لكن في اللحظة اللي قرر إنه يقتلها الحب ده انتهى وتحول لنار قضت عليها وهتقضي عليه. ركبنا العربية وساعتها كمل أكرم كلامه، طب وإحنا هنعمل إيه علشان نجيب الدليل؟ ما لازم دليل. مش هنعمل حاجة، ماجد هو اللي هيسلم نفسه، بس مش دلوقتي. أمال إمتى؟ بصيت من الشباك على عربية مريم اللي كانت واقفة قدام باب الفيلا، وبعدين قلت له لما يقتل الطرف التاني، وده هيكون الدليل بتاعنا إننا نمسكه متلبس قبل ما يقتله. يعني حضرتك متأكد إن في طرف تاني؟ مش متأكد، بس إحساسي بيقولي إن في طرف تاني. أنا دلوقتي هدخل لإيهاب أتكلم معاه، وإنت هتروح الشركة عند مريم. عايزك تعرف نزلت إمتى في اليوم اللي ماتت فيه ومين قابلها، لأن لو كلام ماجد صح وشكينا فيه غلط فده معناه إنها خدت السم بره البيت. وعايزك كمان تجهز لي قايمة بكل اللي قابلتهم يومها. تمام سعادتك. خرجت من الفيلا ومشيت بكل هدوء للفيلا اللي بعدها. كان مكتوب عليها فيلا الدكتور إيهاب. اتحرك أكرم وأنا بصيت حواليا يمين وشمال، وبعدين قربت من البوابة وطلبت من البواب أقابل إيهاب، وطبعا بعد ما عرفته بيا دخلني على طول. رنيت الجرس وفتحت الباب واحدة أجنبية، طلبت منها أقابل الدكتور إيهاب. دخلتني الصالون وطلعت ندهت له، وبعد 10 دقايق لقيته في الصالون. شاب رياضي طويل، بصيت له ثواني باستغراب وبعدين مد إيده يسلم عليا، فسلمت عليه وقعدنا، وبعدها سألني خير يا فندم، أقدر أساعد حضرتك إزاي؟ كنت عايز أعرف إيه اللي حصل يوم موت مريم. رجع بظهره لورا وبانت عليه نظرة حزن كده، وتنهد تنهيدة عميقة قبل ما يقول آه كان يوم صعب. فاكر ليلتها كانت الساعة حوالي 12:30 الليل، لقيت ماجد بيكلمني. استغربت، ما هو مش من عوايده يكلمني متأخر قوي كده، أكيد في مصيبة. وفعلا أول ما رديت عليه لقيته بيزعق، بس صوته كان بيترعش. إيهاب أنت فين؟ في البيت. في إيه يا ماجد؟ مريم يا إيهاب، إلحق مريم. مالها مريم؟ فتحية بتقول إنها واقعة في الأوضة وما بتنطقش. أنا في الطريق دلوقتي بس الدنيا زحمة، أرجوك الحقها على ماجي. حاضر حاضر ما تقلقش، أنا هروح دلوقتي حالا. قفلت معاه وجريت على الباب، بس اكتشفت إني لابس هدوم البيت، يعني كنت قاعد براحتي شوية. فرجعت لبست ترينج ورحت على هناك. عوض دخلني بسرعة، وأول ما دخلت ندهت على فتحية، لقيتها بترد عليا وبتقولي إنهم فوق في أوضة النوم. جريت على فوق أول ما دخلت، ومن النظر الأولى عرفت إنها ماتت، بس برضو قربت منها وحطيت إيدي على رقبتها، وساعتها اتأكدت إن مفيش نبض. فبصيت لفتحية اللي صوتت بعد ما فهمت نظرتي بس. معلش يا دكتور، سامحني في السؤال، يعني ازاي دكتور مخضرم زي حضرتك ما يعرفش انها ماتت مسمومة؟ مسمومة؟ مين اللي قال لحضرتك الكلام ده؟ هو ماجد ما قالكش ان في قضية وان مدام مريم ماتت مسمومة؟ لا ما قاليش. اه طب اديني قلتلك، قولي بقى ازاي ما عرفتش حاجة زي دي؟ ما كانش باين عليها حاجة، كانت نايمة في هدوء تام، مفيش أي أعراض ظهرت عليها. مش غريبة شوية حكاية إن مفيش أعراض ظهرت عليها دي؟ وأنا هكدب على حضرتك ليه؟ لو في أعراض ظهرت على مريم أكيد كنت هشك، وكنت هقول لماجد، أو كنت هبلغ البوليس. كلام سليم. قابلت ماجد من بعد اليوم ده؟ لا تقريبا ما تقابلناش غير مرة واحدة، كان خارج بعربيته وأنا كنت واقف قدام الفيلا، شاور لي بإيده ومشي، ومشي حتى من قبل ما شاور له. قمت وقفت وأنا بقول له تمام، شكرا جدا ليك يا دكتور. وقف قدامي ورد عليا، أنا تحت أمر العدالة في أي وقت.
قلت له والله احنا نتمنى ان كل الناس تكون تحت امر العداله زي حضرتك كده. عن اذنك. اتفضل يا فندم. خرجت من الفيلا، ركبت تاكسي ورجعت المكتب. واول ما وصلت دخلت المكتب عند اكرم وقعدت قدام البغبغان. بصيت له شويه وانا بقول له، قلت كلمتين انت قلبت بيهم الدنيا، وقعد من ساعتها ولا على بالك. طلعت علبه سجاري ولعت سجاره، وساعتها سمعته بيقول هات سجارة. اتعدلت وقربت منه باستغراب وضحكت وانا بقول له عايز سجارة تعمل بيها ايه؟ يخرب بيت سنينك. هات سجارة هات سجارة هات سجارة يا زومي. زومي؟ ومين زومي ده كمان؟ في الوقت ده دخل المختص وقال لي عصام بيه، كويس اني لقيت حضرتك هنا، انا كنت هعدي على اكرم علشان ناخده ونيجي لحضرتك. خير يا فريد. خير يا فريد. خير يا فريد. ضحك فريد وهو بيبص له، وبعدين ناولني ملف وقال لي دي بيانات الارقام اللي كانت مريم بتكلمها في الفتره الاخيره، اما موبايلها فلسه شغال عليه، بس في حاجه غريبه حصلت من شويه، في رساله جت على موبايل مريم وكانت رساله غريبه جدا. قلت له رساله؟ رساله ايه؟ اتفضل اقراها يا فندم. مسكت الموبايل منه وبصيت على الرساله، وكان مكتوب الاتي: أنا آسف يا مريم، عارف إن آسفي مش هيفيد بحاجة، ومش عارف ليه ببعتلك الرسالة دي وأنا متأكد إنك مش هتقريها، بس حسيت إني عايز أتكلم معاكي حتى لو مش هتسمعيني. أنا حبيتك بجد وما حبيتش حد زيك، بس إنتي كان لازم تموتي. قريت الرسالة أكتر من مرة وبعدين سألت فريد: عرفت رقم مين؟ أيوة يا فندم، الرقم متسجل باسم. طبعا انتوا عايزين تعرفوا الرقم متسجل باسم مين؟ اكيد. طيب هنعرف الحلقة اللي جاية يوم الخميس اللي جاي تكملة القصة، وهنعرف الرقم متسجل بمين. وانا عايز بقى بصراحة اعرف تحت منكم كده في الكومنتس، انتوا شاكين في مين؟ في كذا حد يتشك فيه، وفي بصراحة كم واحد ممكن يكون عملها، هو اللي يكون قتل مريم. فانا عايز اعرف انتوا شاكين في مين، لحد ما نتقابل في الجزء التاني ونتأكد كلنا كده ونشوف مين اللي كان صح ومين اللي كان غلط. ولو الحلقة عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة لو انتوا مش مشتركين، تفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد، وتنضموا لجروب عائلة الراوي على الفيسبوك علشان تشوفوا الكواليس، تعملوا فولو على الانستجرام علشان تشوفوا اعلانات القصص، وما تنسوش موقع كتابك اللي انا اتكلمت عليه في الاول. زي ما قلت لكم لينا برومو كود خاص بينا اسمه خيري، بيديك خصم 10% على كل مشترياتك، ولو طلبك زاد عن 250 جنيه هتاخد شحن مجاني، والروابط بتاعتهم هتلاقوها تحت في صندوق الوصف. وبس كده، اشوفكم الحلقه الجايه وتصبحوا على خير.